السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على سعيد بالرحمة. سعيد بالرحمة وين الناس يتحضر تما معلومة منا بصح حنا نجيبو لكم. لازم نكونوا موضوعيين يا جماعة، على بالكم باللي تشيلسي في السيت تاعها، في السيت تاعها، وراهي تتحاور مع لعاب الماني اسمه تيمو وارنر اسمه تيمو وارنر. حنا ان شاء الله بربي ماذا بينا تفسد هذه الصفقه ويروحوا بالرحمه، ويروح بالرحمه في المكان تاعو. وهذه اللي نحوسوا عليها، خدت عليه كاين اللي يهدر لك بالرحمه بالرحمه يا ودي. لا يا جماعه، لازم حنا كاع العام نعيبوا على الصحافه تاعنا يكذبوا. لازم حنا ما نكذبوش على الناس. الا عندك ناس هم يتبعوك ما تكذبش عليهم. انت اللي عندك لازم تكون موضوعي، لازم كيما يقول لك نقلعوا المجامله، نهضروا الصح. ماشي تهدر باش ترضي ناس ومن بعد يسيبوها كذبه. اهدر باش تفرح ناس، هذه اللي نقولها انايا. انا راني يعني من 2008 هذه الباجا الرابعه، هذه القناه الرابعه هاي عندي. لازم واحد يكون موضوعي، ما يكون موضوعي وتكون عندك وتكون وتستاهل باش تجيب كلمه ولا زوج. ماشي تبع مليات تقلب تقلعها منا وديرها من وهي وتمشي هي وقول لي وين شنا كيفاش تشيلسي وراهي مور هذا اللعاب. اللعاب هو لا وين هذا نعطوكم، ها ولا هذا يطلع في السيت تاعهم. هذه حقيقة ماشي كذبة، ها ولا وين هذا اللعاب، ها ولا شوفوا ها ولا وين راه راهو نحكوا عليه، ها ولا وين راه، ها ولا هذا هو اللعاب. هذه نقولوا بلي في السيت تاعهم، كنت راح تدخل السيت تاع تشيلسي تشوف هاد اللعاب اللي راهم وراه راهم يتبعوا فيه وين تاع فريق. وهذا يلعب في نادي ألماني، وقيمة الشرط موجودة في العقد هو 60 مليون يورو. وهذا اللعاب يلعب جناح أيسر، يعني نفس المركز مع بالرحمة. تشوف كيفاش باش يكون على بالكم جماعة. وهذا اللعاب احنا ان شاء الله بربي ما يتمش، انا نتمنى ان شاء الله بالرحمة يروح لتشيلسي. هي لومبارد معجب بالرحمة، بالصح راهم حاطين عينيهم على هذا اللعاب. لازم نهضروا الصح، راهم حاطين راهم دايرين الأولوية هذا اللعاب، وحاطين بالرحمة في المرتبة الثانية. راهم دايرين أولوية لهذا اللعاب الألماني هذا، ودايرين بالرحمة في المرتبة الثانية. خاطر هما كيبغيو يجيبو، هما كيديرو عينيهم في اللعابة. يطلع لك على دي فوا تطلع لك يقول لك سليماني اسمه في البارسا، يا ويطلع لك خمسة تاع مهاجمين، يطلع لك خمسة تاع هذيك الأنصار تاعهم. هذيك يوري الأنصار تاعهم زعما ها شكاي شكاي، من بعد تسيبو خطفوا لعاب، يخطفوا لعاب من ذوك خمسة يدو لعاب. العامين فيها حنا شنا بلي ماندي 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 علاه اسم تاعو يطلع. نشوفو عطال باريس سان جيرمان، تروح تدخل في السيت تاع باريس سان جيرمان تسيب اسمو طالع، تسيبو يهضرو عليه الصحافة، يهضرو عليه مواقع رسمي تاع باريس سان جيرمان، يهضر لك على عطال. كيما موقع تاع مانشستر تاع تشيلسي يهضر على بالرحمة. بصح هما دايرينو في المرتبة الثانية، دايرين هذا الألماني اللي يلعب في الجهة لاغوش اللي يلعب فيها بالرحمة، دايرينو. والجزء تاعو الراخو العقد تاعو فيه 60 مليون يورو، قيمة الشرط فيها 60 مليون يورو. حنا اش نتمناو؟ نتمناو تفسد لهم، خاطش علاه بالرحمة عنده إمكانيات كبيرة. هما راهم عاطين أولوية لهذا اللعاب الألماني، وعاطين مرتبة ثانية لسمو تاعنا بالرحمة. وحنا نطلبوا بالرحمة كي يروح تشيلسي غادي يبين، غادي يقلع، يروح يقلع 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 يقلع، تولي تشوف منا زياش، تشوف منا بالرحمة
يولي المنجل يضرب، يولي المنجل يضرب. حنا نتمناوها ان شاء الله بربي، على ذيك كيما نهار اللي مانشستر سيتي اللي جابوا ستيرلينغ، وجابوا ستيرلينغ وقيلا كان يلعب في كان في ليفربول، نهار اللي جابوه العام الاول ما نجحلهمش، عام الزواج نجح، ما حرس في عامو الاول نجح، عرفت شو كيفاش. هذيك حنا نتمناو ان شاء الله كيما نقولوا حنا هذه الصفقه تاع تشيلسي مع الالماني ما تكملش ويدوروا بالرحمه، خاص بالرحمه ما راهش مقيوم بزاف. ليكيب تاعو دوموديا 40 مليون، ليكيب تاعو دوموديا 40 مليون، وهذا الشرط تاعه، الشرط تاعو في العقد فيه 60 مليون. على هذيك نقولوا يا ودي نتمناو ان شاء الله ما تكملشي، علاه ماشي زعما كنطيحوا من القيمه تاع بالرحمه ولا لا، بالرحمه يلعب مليح، وهذا اللاعب فاني كيلعب بصح شتيلا. نتمناو ان شاء الله ان شاء الله ما كيما نقول لك نتمنى، خاطش علاه نقولوا بلي بالرحمه كاع لا مكاشي مكاش، عنده واردفورد، عنده نيوكاسل، عنده عروض، عنده عروض بصح شتيلا يروح تشيلسي خير. انا نبغي يلعب في يلعبوا في فرق اللي يلعبوا على لي تيتر، تشيلسي وين تشيلسي في عامين هما محبسين لها، محبسين لها ما تجيبش، بصح السناق لعبت بقوه، السناق لعبت بقوه باش تجيب لعابه باش تلعب على الشامبيونه، تلعب على الشامبيونه تلعب على اللي تي تلعب، خاصه لونترينير لومبارد هذاك حاجه كبيره، اونترينير كبير ويزيد يطور لك اللعاب، بالرحمه ش عندهم العام كاع يزيد يطوره لك، يرسلوه هنا ليكيب ناسيونال واجد، يولي يلعب كونت لي زافريكان تاع سبليا، يلعب كونت لي جوي التريبل تاعو الصوالة تاعو عنده حلول، كاليتي لومبارد كيفاش راه معجب به، فانيك راه معجب به، خاطش علاه عنده حلول، عنده كيما يقول لك يدير لك حلول في لاطاك، يعطيك حلول، يعطيك تمريرات حاسمة، يعطيك بزاف صوالح. ولومبارد تنا باغي يدخل البطولة بقوة، خلينا من هذه تاع 10 تاع لي ماتش لهم باقي، لا باغي هو الموسم الجاي يدخل بقوة، خاطش الاخرين اللي جابهم اللي راه يجي فيهم باش يدخل بقوه، ما غاديش تبقى ليفربول مانشستر سيتي ولا لا، ارسنال راه يخدم، ارسنال راه يتحوس تجيب عيسى ماندي فانيك، خاطش عليه كي تبقى تشوف ارسنال السنه اللي كانت تلعب لي تبع بوله مليح، راني نهضر الناس اللي تبع بوله مليح يحكموا علينا، والناس اللي بغوا يعرفوا فانيك، خلينا من دوك اللي يجي يكذبك ويجي، المهم يكذبك خدمتو يكذبك، زاتشي قال له كيما يهدر كذبو. كي تشوف انت ارسنال وين ولات تخسر، ارسنال ما عندهاش لا ديفونس، اوبانيوغو يماركو هما يماركو من تحت، اوبانيوغو يماركي من هما يماركو من تحت، عرفت شو اللي لعبوا مع ليفربول، ليفربول لعبت بليجان وداروا وقيلا 4-4. داروا 4-4 وليفربول ربحتهم، علاه ربحتهم؟ ربحتهم خاطر ما عندهاش لا ديفونس، ارسنال ما كانش عندها لا ديفونس، لا ديفونس ميته عندها. سناهم يشوفوا في ماندي راهم يتبعوه، ما يتبعوا في ماندي رغم ان البارسا فانيك كيكي راه حاط عينه على كيسموه على تاعنا على ماندي، بصح ارسنال تحوس تجيب ماندي خاطر المدافع القوي اللي راه في اسبانيا، صح نقولوا حنايا بالنسبه كجزائريين مانيش نهضر بالمجامله، ماندي كاين المكانه تاعو في ارسنال في مانشستر سيتي، كاين المكانه تاعو زعما بالسيكار، وكاين المكانه تاعو في الريال، وكاين المكانه تاعو في البارسا بالسيكار، يلعب بالسيكار، هذه هي مليح زومين. الاول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي راسها يعني باش هكذا، ولكني نبينوا له الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في تيان. زاتشي يدي 1000 قطار، لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في تيان. زاتشي يدي 1000 قطار، زاتشي يدي 1000 قطار، زاتشي يدي 1000 قطار، زاتشي يدي 1000 قطار، يدي 1000 قطار
في الرشايقه في المنطقه اللي تتسمى الرشه وام الزبوش، الرشه وام الزبوش. الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل، والاولى وطنيا في انتاج الثوم، وعندها مكانه مرموقه في انتاج البطاطا وخيرات ربي. ها هم هنا يجوا يدوا الارض ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيه هنا يجوا يدوا الارض ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.